أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة إلى عناوينها البارزة. المشاهد نت، الحوثيون يخصصون 50 مليار ريال لتجهيز عشرات المقابر الجديدة. سبتمبر نت، ميليشيا الحوثي تتخلى عن عناصرها المحاصرين جنوب ميدي منذ أسابيع. صحيفة عربية تقول المجلس الانتقالي تحول من المطالبة بإسقاط الحكومة إلى طلب المشاركة فيها. والعربي الجديد، فنن اليمن بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي. أثار غرق إحدى السفن في ميناء عدن قبالة شواطئ البريق المدخل الرئيسي لأكبر موانئ البلاد تساؤلات حول قدرة الميناء على العمل الدائم لخدمة الناس. نقرأ لكم مشاهدينا من صحيفة الأيام. فتحت حادثة غرق السفينة تساؤلات عن عجز الميناء والنهوض بذاته بعد أن كان يورد لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وتعتمد البلد وميزانيتها على الجزء الأكبر من إيرادات هذا الميناء الحيوي ذي الأهمية في النشاط التجاري العالمي نظرا لموقعه الاستراتيجي. وبحسب مصادر ملاحية، فإن السفينة سام اليمن التابعة للمؤسسة الاقتصادية غرقت بعد سنوات من تعطلها قبالة ميناء عدن، وظلت راسية في المكان منذ سنوات، وبسبب تعرضها للصدا غرقت مؤخرا. تضيف الأيام، غرق السفينة في مجرى الميناء يعتبر جزءا من منظومة الإهمال الذي يتعرض له الميناء من قبل إدارته، وتسبب بتعطيل مدخل الميناء وتعرض السفن الداخلة للأضرار. نائب مدير عام الدائرة الفنية في ميناء عدن ناصر طالب قال إنما تم فقط تغيير موقع السفينة كونها تشكل عائقا كبيرا في تواجدها في منطقة الانتظار للبواخر في الميناء، وتنذر بخطر بالغ في حالة غرقها في موقعها السابق. أكد على أن الموقع الجديد الذي تم سحب الباخرة سام اليمن إليه لا يشكل أي خطورة على المجرى الملاحي، وصارت منطقة الانتظار للميناء آمنة، وزال الخطر الذي كانت تسببه أثناء تواجدها في موقع الانتظار. العديد من العناوين تنتظرنا من الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار أخبار اليوم، منها أبين ضبط شحنة مسدسات كاتمة للصوت ونواظير ليلية كانت في طريقها إلى عدن. محافظ الجوف، عنوان الجيش يحكم سيطرته على محافظة الجوف ويتقدم باتجاه محور عمران وصعدة. عنوان من البيضاء، معارك على مشارف الملاجم وقتل حوثيين في المواجهات. من عدن، ضباط من التحالف يزورون اللواء الرابع حماية رئاسية. فبراير، ثورة ومقاومة حتى النصر. تحت هذا العنوان كتب وليد علوان مقاله المنشور في موقع مصدر أونلاين. قبل فبراير من العام 2011 كان اليمنيون قد استسلموا لواقع أنهم مملوكون لفرد وعائلة، وكان من يمر من جوار قصر صالح يظن أن هذا الكابوس سيصاحب حياة اليمنيين لعقود طويلة. ولم يكن جيل فبراير قد عاصر ثورة سبتمبر ولا تشبع بروحها، لأن صالح كان قد اختزلها في شخصه في الوقت الذي مسح آثارها وفرغها من كل مضامينها مبقياً على العلم والنشيد، وفي خلفيتهما صورته وصورته فقط. دبابة الثورة التي دكت قصر الإمام البدر ودفعته للهرب بزي النساء هي الأخرى باعها صالح، ومن بقي من مناضلي الثورة أذلهم وحاصرهم وجعلهم مجرد متقاعدين ينتظرون راتبهم آخر الشهر. أغاني الثورة هي الأخرى كان إعلامه يترجمها لصالحه، ثم وصل الحال به إلى شطبها من وسائل إعلام الجمهورية واستبدالها بأغاني المدح والتبجيل للرجل القدر والضرورة. كان كل شيء يقول إن الرجل قد تملك رقاب اليمنيين، وإن أي تغيير لن يحدث ما لم تقم ثورة ضد الرجل بشكل أو بآخر، لكن ذلك يستدعي التضحيات ولم يكن أحد على استعداد للتضحية. كان الحال أشبه باتفاق الفئران على تعليق ناقوس على رقبات القط الذي يهدد حياتهم كي يهربوا من أمامه وينجوا بحياتهم كلما سمعوا قرع الناقوس وهو قادم إليهم، لكن حيلتهم فشلت لأن أحدا منهم لم يجرؤ على التصدي لمهمة تعليق الناقوس
على رقبة القط. مشاهدينا، ما زال التقرير الذي تتساءل حوله موقع سبتمبر نت عن أهمية ميدي يتصدر الموقع. السؤال: كيف خسرت الميليشيا مدينة ميدي ولماذا تستميت لاستعادتها؟ قال الموقع: إن الميليشيا منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 وسيطرتها على العاصمة صنعاء توجهت لتتوغل في المحافظات اليمنية واحدة تلو الأخرى، وبالأخص المحافظات الساحلية. يضيف الموقع: مدينة ميدي كان لها نصيب من بطش الميليشيا الانقلابية، فسيطرت عليها أواخر العام 2014. أصبحت الملاذ الآمن والمنفذ المنقذ للميليشيا لتهريب السلاح والعتاد عبر البحر إلى معقلها في صعدة. ونظرا لأهمية ومكانة ميدي الاستراتيجية، سارع الجيش الوطني بتحريرها من أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستطاع تحرير أجزاء وأحياء واسعة وفرض حصار محكم على بقية الأحياء الجنوبية التي لا زالت تتواجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية. وتحاول الميليشيا فك الحصار المفروض على عناصرها المتواجدين في الأحياء الجنوبية من مدينة ميدي، وتستخدم كل إمكانياتها للوصول إليهم ولفك الحصار عنهم، إلا أنها تبوء بالفشل. وتعتبر مديرية ميدي إحدى مديريات محافظة حجة، يبلغ عدد سكانها 16604 نسمة حسب آخر إحصاء. وتطل المديرية على البحر الأحمر في شمال غرب محافظة حجة، وتضم 4 عزل وبمساحة تقدر ب 60.95 كيلومتر مربع. يحلو للبعض قل أو كثر تحميل الربيع العربي مسؤولية التدمير والخراب الذي طال ويطال بعضا من دول الربيع. هكذا بدأ هائل سلام ما قاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا: الربيع العربي لم يكن إلا احتجاجا شعبيا ينشد التغيير السلمي دون ما حاجة لإزهاق أرواح أو لإراقة دماء. لم يأتي التدمير والخراب نتيجة للتغيير أو للمطالبة به، بل جاء ويجيء كنتيجة مباشرة لمقاومة التغيير والحؤول دون حدوثه وفرض خيارات أحادية ثابتة على الناس عنوة وقسرا بالنار والحديد ضدا على سنن الكون ومعايير الحياة. ولو أن التغيير هو سبب التدمير والخراب لكانت أمريكا كمثال، وهي كإدارة الموجهة العليا للثورات المضادة قد تعرضت وتتعرض للتدمير والخراب مرات ومرات، مرة مع كل تغيير لرئيس. فهاكم 5 رؤساء سابقون وأحياء يرزقون وسادسهم في الخدمة، ولم تتدمر أمريكا ولم تشهد خرابا بسبب هذا التغيير المتوالي والمنتظم بالذات، ذلك أو بعض منه أو حتى شيء يشبهه، مع ما يعنيه ويقتضيه هو غاية الربيع ومنتهى أمله. التدمير والخراب يأتيان من الاستبداد وانسداد الآفاق تبعا لمنطق رئيس مدى الحياة: أنا وبعد الطوفان علي وعلى أعدائي، إما أن نحكمكم أو نقتلكم. وما شاكل أي من إصرار هذا البعض نفسه على معاندة التاريخ وسد مجراه، ومن تعمده إماتة ما يحيي وإدامة ما يميت. الحياة تمضي والإنسانية تتقدم، لسنا بدعة ولستم استثناء، إلا إذا كنتم كائنات تنتمي إلى ما قبل الإنسانية. مشاهدينا، جماعة الحوثي تخصص 50 مليار ريال للإنفاق على ما؟ فلننظر سويا إلى موقع يمن مونيتور الذي يضيف وفقا لمصادر تحدثت لصحف عربية بأن ميليشيا الحوثي خصصت المبلغ الكبير للإنفاق على تجهيز عشرات المقابر الجديدة لقتلاها في عدد من مناطق صنعاء، ذمار وريمة وحجة وصعدة وتعز وإب، وللإنفاق على احتفالات الجماعة السنوية بما تسميه أسبوع الشهيد. أضاف الموقع: الميليشيا استنفرت من يومين قياداتها المحلية في المحافظات وأعضاء حكومتها الإنقلابية غير المعترف بها لتدشين المقابر الجديدة في ظل حفاوة إعلامية من قبل وسائل إعلام الجماعة قابلتها سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين. وكان رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي صالح الصماد قد دشن في حي الجراف شمال صنعاء واحدة من المقابر الضخمة التي تطل على شارع المطار الرئيسي. حين عسكرت ميليشيات الحوثي حول صنعاء
تعسكرت كانت عناصرها تهتف ضد جرعة حكومية وتقول إنها أتت لتخلص الناس منها. وبعدما يفوق 3 سنوات من سيطرتها، شركة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تقر جرعة جديدة. وفقا للمشاهد نت، فقد أقرت جماعة الحوثي جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي يعيش فيه الناس أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة في ظل انقطاع المرتبات وانعدام موارد الدخل للمواطنين. وكشفت وثيقة عن تفاصيل الجرعة التي أقرتها شركة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في أسعار المشتقات النفطية والموجهة لمدراء فروع والتي تلزمهم بالعمل بالأسعار الجديدة. بحسب الوثيقة، السعر الجديد للتر الواحد من مادة البنزين 350 ريال، ليصل سعر الدبة 20 لتر من البنزين إلى 7000 ريال. بعد الفاصل سنعود إلى الصحافة العربية والعالمية وإلى بعض الأخبار التي اخترناها لكم، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. كشفت أحداث مدينة عدن عن تداخل أزمات عدة تعصف بالوضعين الأمني والعسكري وتخض المشهد السياسي في تلك المدينة التي مرت عليها ويلات وحروب كثيرة. يكمن مأزق المجلس الانتقالي الذي يطالب بإقامة دولة مستقلة جنوب اليمن وفقا لصحيفة القدس العربي، يكمن في رفعه شعارات معينة دغدغ بها شعور بعض جمهوره، لعب على ورقة غياب الخدمات الأساسية الرئيسية في المدينة ليحمل الحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن دغر مسؤولية تردي الوضع المعيشي للمواطنين، متهما إياها بالفساد والمحسوبية، وهي تهم تكال دائما للحكومة اليمنية، وليس هذا محل الجدال. الإشكال وفقا للصحيفة العربية أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في عدن والذي يتهم الحكومة بالفساد ويدعو إلى إسقاطها، عاد مجلسه بعد وقف إطلاق النار في المدينة ليطرح حسب تسريبات جملة من المطالب ليس من بينها إسقاط الحكومة، لكنها تدور حول الاشتراك فيها. تضيف القدس: هذا يذكر بشعارات الحوثيين في عام 2014، حيث رفعوا شعارات إسقاط الحكومة محمد سالم باسندوة، ليتضح لاحقا أنهم سعوا للسيطرة على السلطة في صنعاء، وهذا الأمر بالنسبة للمجلس الانتقالي أدى إلى ظهوره بمظهر من يرفع كلمة حق ولكنه يريد بها سواها. يتابع تقرير الصحيفة: وقف إطلاق النار وسكوت الانتقالي عن مطالبه في إقالة الحكومة وتسريب مطالب معينة بالالتحاق بها أدى إلى خسائر لحقت بهذا المجلس في رصيده الشعبي الذي تضاءل بسبب أدائه خلال الشهور الأخيرة، وبسبب دخوله في صراعات سياسية بدلا من رفع مطالب جوهرية تمس حياة الناس اليومية في عدن والجنوب، الأمر الذي أظهره بمظهر من يوظف معاناة الناس توظيفا سياسيا، وهو ما أفقده كثيرا من الدعم الشعبي. اتهم مناهضون للانقلاب في صنعاء جماعة الحوثي بحصار تجار السلع الغذائية خلال مسعى جديد، قالوا إنه يهدف إلى التضييق على معيشة اليمنيين والاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية. فوفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فقد منعت الجماعة دخول البضائع إلا بعد توريد قيمتها نقدا إلى أحد المصارف الموجودة في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب. وأظهر تعميم للميليشيات صادر عن مصلحة الجمارك في صنعاء أظهر إلى كل مسؤولي الجماعة في المنافذ الجمركية التي استحدثتها جماعة على مداخل المدن التي تسيطر عليها بعدم السماح بإدخال أي بضائع إلا بعد تقديم الشهادة
من البنوك التي تخضع لسيطرة الميليشيا في تلك المحافظات تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالرجال اليمني في البنك. وتضمن التوجيه الإنقلابي تحديدا للسلع المقصودة بالمنع هي القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، مواد الخام، كما حدد شهر فبراير الجاري موعدا للتنفيذ. وقبل أيام اتخذت الميليشيا قرارا آخر هو رفع سعر الوقود رسميا لتصبح القيمة مساوية لما هو سائد في السوق السوداء، وهو قرار سيؤدي إلى رفع تكاليف النقل وزيادة في أسعار السلع، ما يعني مضاعفة المصاعب أمام المواطنين الذين لم يحصلوا حتى الآن على رواتبهم منذ 17 أشهر. أمجد ناصر في صحيفة العرب الجديد يكتب عن الأثر الباقي الذي خلفته دول الاستعمار على جغرافيا وشعوب المنطقة، ويرى أن رحيل المستعمر لم يشفي جروح الأوطان وظلت تعاني من فقدان هويتها وأحياناً من وجهتها. لم تمت الإمبراطوريات الاستعمارية بانسحاب آخر جندي من أملاكها السابقة، ولكنها تحولت إلى شكل آخر. وعندما نقارن الإمبراطورية بالرأسمالية باعتبارها أعلى مراحلها، ربما كان يقصد آخرها بحسب لينين، فهي لم تمت قطعاً، لم تهزم الرأسمالية، ولم تترعرع بذور فنائها التي تحملها في داخلها إلى حد القضاء عليها. لقد أثبتت الرأسمالية أنها كالأفعى القادرة على تغيير جلدها. تغير جلد الأفعى ولكنها بقيت أفعى. القدرة على اللسع هي نفسها، والسم هو ذاته. انتهت الإمبراطوريات بالمعنى الفيزيقي للكلمة، لكن مفاعيلها لم تنتهي، وما أحدثته من جراح في أملاكها السابقة لم تندمل. لا تحتاج أثار هذه الجراح إلى نبش وتنقيب، فها هي كل تلك البلدان التي تعرضت للاستعمار خصوصا طويل المدى لا تزال غير قادرة على استرداد ذاتها بعد عقود على انسحاب آخر جنود الإمبراطورية من تلك البلدان. المثال الأفريقي يكفي. أفريقيا قارة منكوبة بكل معنى الكلمة، لم يبقى وباء لم يضربها في ظل أنظمة ما بعد الاستعمار. هذا الفشل الذريع في الاستقلال والتنمية واسترداد الذات في أمكنة الاستعمار السابقة جعلت المقارنة ممكنة بين الحياة في ظل الاستعمار والحياة في ظل الاستقلال والدولة الوطنية، غير أن هؤلاء لم ينتبهوا إلى أن هذا الفشل السياسي والاقتصادي والتردي الحياتي على غير صعيد ما هو إلا نتيجة تكاد تكون حتمية لجذور الاستعمار السامة. أي شيء جيد صنعه الاستعمار؟ وهل كان عملا شريرا أم خيرا؟ هذا ليس نقاش المستعمرين، بل نقاش النخب التي احتلت بلادها نصف الأرض. صحى ورثة الاستعمار الآن على هذا العمل العنفي الكبير الذي سيطر بكل أشكال القوتين المادية والمعنوية على شعوب بعيدة عنهم آلاف الأميال، وراحوا يستعيدون الاعتبار الأخلاقي لجيوش بلادهم. مشاهدين إلى العرب الجديد، حيث فنانو اليمن يعزفون عن مواقع التواصل الاجتماعي، فتقول الصحيفة: بخلاف نظرائهم من الفنانين في مختلف البلدان العربية الأخرى الذين يحرصون على التفاعل الدائم مع جمهورهم عبر صفحاتهم الشخصية، لا يزال الكثير من الفنانين اليمنيين غائبين عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك، سناب شات أو تويتر. يرجع عبد الكريم الشهاري ممثل مسرحي يمني بحديث للعرب الجديد أبرز أسباب الغياب أو ما يمكن وصفه بعدم استغلال المنصات الجديدة مع الجمهور إلى الغياب والركود في العمل والإنتاج الفني، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفنانون في اليمن. تضيف الصحيفة: ذلك أجبر العديد من الفنانين على ممارسة أعمال ومهن أخرى لكسب عيشهم غير آبهين بتسجيل حضور في مواقع التواصل. بدورها تعتبر أميرة مطربة شعبية في صنعاء أن العادات والتقاليد في اليمن تختلف عن كثير من الدول العربية حتى ولو كنت فنانا. تضيف أميرة: كثيرا من حضور الفنانين والفنانات في الدول الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي يكون دون قيود، فهم يستطيعون مشاركة جمهورهم حياتهم الخاصة، نشر صورهم وأفراحهم دون ما تحفظ، ولا ينطبق ذلك على الواقع في اليمن. في أكثر الأخبار المنوعة التي تداولتها الصحف، ما جاء في صحيفة البيان. عنونت البيان:
رائدان يسبحان في الفضاء ست ساعات لصيانة معدات. قالت الصحيفة إن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أعلنت أن رائدي الفضاء الروسيين أنتون شكابليروف وألكساندر ميسوركين قاما بمهمة سير في الفضاء استمرت 6.5 ساعات لصيانة معدات اتصالات في الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية. ذكر البيان أن الهدف الرئيسي من السير في الفضاء هو التخلص من صندوق إلكترونيات لهوائي اتصالات عالي الكسب وتركيب صندوق إلكترونيات محدث للاتصال بين وحدات تحكم الطيران الروسية والوسائل الروسية المعدة للانتقال في الفضاء. لا تتوقف الكاميرا عن توثيق اللحظات التي تمر بها البشرية في أنحاء مختلفة من العالم. الأحداث لا تتوقف، مظاهرات، احتجاجات، لحظات انسجام مع البيئة المحيطة، لحظات توتر، قلق، جميعها وردت في صحيفة الغارديان البريطانية. اخترنا منها لجولتنا المصورة، نتابع سويا. مجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله.